في استطاعة الوصول مستمر وفي التواصل مع القيادات العليا والمسؤولين الذين يعرفون برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وفي حين أن هذه خطوة إيجابية أن أعلنت سوريا عن معاملها الإضافية وغرفها في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، فيبقى تقدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن إعلانات المتعلقة بالمجلس غير مكتملة. سيدي الرئيس أعضاء المجلس المقرين، في 22 نوفمبر قامت بعثة تقصي الحقائق بتقديم تقريرها عن حالة استخدام الأسلحة الكيميائية المزمع بها في التامينة في 30 من آذار مارس 2017. وفي الشهر الأخير أخبر المدير العام بأن العينات البيئة الموفرة لفريق تقصي الحقائق والمرتبطة بهذه الواقعة أظهرت وجود غاز السارين. وتقرير البعثة ينص على أنه نظرا للحدود والقيود المفروضة في الحصول على أدلة، لم يستطع الفريق الجزم بيقين قاطع استخدام الأسلحة الكيميائية، ولكن استطاعت بعثة تقصي الحقائق أن تحدد وجود غاز السارين في عينات جاءت من الموقع، وبأن جرح من الموقع أظهروا أعراضا وحصلوا على علاج يتفق مع ما يترتب على التعرض لغاز السارين، وأجزاء الذخيرة كذلك من الموقع كانت تتفق مع تطبيق مع استخدام السلاح الكيميائي. ونتيجة لذلك استطاع الفريق أن يستنتج أن غاز السارين من المحتمل أنه استخدم في هذه الواقعة، والعمل مستمر للنظر في المزاعم الأخرى باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. سيدي الرئيس، هذه النتائج الأخيرة لبعثة تقاصي الحقائق تدعو إلى قلق شديد، وهذا يزداد علما بأن ولاية آلية التحقيق المشتركة من المقرر لها أن تنتهي في 16 من تشرين الثاني نوفمبر، وإن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لم تتوقف، وبالتالي لازلنا بحاجة لأن نحدد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأن نحاسبهم ونسائلهم. ووحدة صف في مجلس الأمن مطلوبة لتجنب الإفلات من العقاب إزاء استخدام هذه الأسلحة، وكما هو الحال دائما فمكتب الشؤون مكتب شؤون نزع السلاح مستعد دائما لتوفير أي دعم ومساعدة، وبينما نعمل معا لاستعادة تطبيق المعايير العالمية ضد الأسلحة الكيميائية وتعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة واسع النطاق. وشكرا جزيلا على حسن إصغائكم. أشكر السيدة ناكاميتسو على إحاطتها، وأعطي الكلمة الآن للسيد إدمون ميلي. تفضل. Mr. President. السيد الرئيس، شكرا على إتاحة فرصة تقديم التقرير السابع لفريق القيادة من آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ينضم إلي السيدة جودي تشين هوبكنز والسيد ستيفان موغل، ونحن الثلاثة نشكل فريق القيادة هذا. تستذكرون أن ولاية الآلية كما أنشأها مجلس الأمن هي تحديد إلى أقصى حد ممكن هويات الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية أو تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو شاركت فيه على نحو آخر كأسلحة في الجمهورية العربية السورية. والآلية ليست هيئة قضائية، بل هي آلية تحقيق ترفع تقاريرها لمجلس الأمن. وعلى الرغم من التحديات الحقيقية الكبيرة المتمثلة في التحقيق بحالات أو بحوادث معقدة في خضم نزاع مسلح مستمر،
توخت الآلية كل الحذر لكي تكون منهجيتها ونتائجها صائبة من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. يحوي التقرير النتائج لما يتصل باستخدام الخردل الكبريتي في إمحوش في 15 و16 من أيلول سبتمبر 2016، واستخدام غاز السارين في خان شيخون في 4 من أبريل 2017. وأن استنتاجات فريق القيادة استندت إلى مجموعة المعلومات والأدلة التي حصلت عليها الآلية كما جاء في التقرير وفي الضمائم. وقد حدد فريق القيادة أن تنظيم الدولة مسؤول عن استخدام الخردل الكبريتي في إمحوش، والجمهورية العربية السورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين في خان شيخون. وقبل أن أتطرق إلى تفاصيل هذه الاستنتاجات، أود أن أتطرق في البداية إلى منهجية الآلية. السيد الرئيس، فيما يتصل بجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها، استندت الآلية بشروط المرجعية كما أيدها مجلس الأمن وكذلك طرق العمل كما جاءت في التقارير الآنفة، وقد أتمت الآلية عملها بشكل مستقل وحيادي ومهني. ومن خلال عند التوصل إلى الاستنتاجات بشأن المسؤولية، التزمت فريق القيادة بمعايير الأدلة كما جاء في التقرير الأول. وبالنسبة لهاتين الحديثتين، حدد فريق القيادة أن أدلة كافية تعتبر ذات مصداقية ويمكن الركون إليها للوصول إلى استنتاجاتها بشأن الأطراف الضالعة باستخدام الأسلحة الكيميائية في كل من الحديثتين. وعملا بولايتها، أخذت الآلية ما توصلت إليه بعد تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حصر الأسلحة الكيميائية بأن سلاحا كيميائيا قد استخدم، وذلك للانطلاق في كل حادثة، وجمعت معلومات إضافية بشأن كل حالة، وقد طبقت نفس المنهجية فيما يتصل بكلتا الحادثتين، والتزمت بمراجعة صارمة ومستقلة للمعلومات المتاحة. وعند قيامها بذلك، نظرت بسيناريوهات محتملة لجهة إمكانية حدوث الحادثتين، بما في ذلك تلك السيناريوهات التي تقدمت بها دول أعضاء. بالنسبة للحادثة في شان شيخون، نظرت الآلية بسيناريوهات 8، أما في حوش فنظرت بسيناريوهات 4. وهذه المنهجية هي التي تضمن أن الآلية كانت قد غطت كل الاحتمالات وقامت بتحقيق دقيق وحيادي وموضوعي. وعند إجراء التحقيقات بحادثتي إمحوش وخان شيخون، جمعت الآلية معلومات من طيف واسع من المصادر. وبالنسبة للطلبات المعلومات، قدمت 12 دولة عضو معلومات خاصة بالحادثتين بما في ذلك من الجمهورية العربية السورية. وقد قابلت الآلية أكثر من 30 شاهدا، بالإضافة إلى أولئك الذين أجرت معهم بعد تقصي الحقائق مقابلات، وجمعت وراجعت أكثر من 2247 صورة و1284 ملف فيديو و120 ملف صوتي و639 وثيقة، معظمهم يستلزمون ترجمة. زرت دمشق في أغسطس، وزارت الأفرقة الفنية دمشق في أيلول سبتمبر، وقاعدة الشعيرات الجوية في أكتوبر، كما زارت فرق فنية دولة جارة لإجراء مقابلات مع شهود وجمع مواد. وأود أن أشير في هذا الصدد إلى أن الجمهورية العربية السورية انخرطت بشكل بناء مع الآلية، كما أن الجمهورية العربية السورية وفرت تعاونا كاملا ويسرت طلب الآلية بالوصول إلى معلومات وإلى شهود. وقد وفرت الجمهورية العربية السورية كذلك تقارير صادرة عن تحقيقاتها الفنية الخاصة بها بشأن هاتين الحادثتين، وقد راجعت الآلية هذه التقارير عن كثب. بالنسبة للزيارة إلى قاعدة الشعيرات الجوية، كان للآلية مجموعة من الأهداف.
التحقق من مصداقية سجلات حركة الطيران في الرابع من أبريل 2017، مراجعة سجلات الدخول والخروج وكذلك الطواقم المسؤولة وكذا تصوير الذخائر التي حلقت في الرابع من أبريل 2017 بحسب السجلات التي تم الحصول عليها وكذلك تصوير سبل إلحاق هكذا ذخائر بطائرة من نوع سوخوي 22. إن جمع العينات في القاعدة لم يكن هدفا للآلية، فالآلية اعتبرت أن لو ذخيرة كيميائية واحدة قد حلق أو طارت أقلعت عفوا من هذه القاعدة، فإن إمكانية الوقوف عند أي أثر للسارين أو منتجاته سوف تكون محدودة جدا من دون معلومات محددة لجمع هذه العينات. فالقاعدة تغطي 10 كيلومترات مربعة، أي 900 ملعب كرة قدم تقريبا في مساحتها. لم تزر الآلية أو مكاني الحادثتين في أم حوش وخان شيخون. لعل هذه الزيارتين كانتا لتكون مفيدتين لا سيما في خان شيخون، ولكن كان من الخطير جدا زيارة خان شيخون وهي في حالة نزاع مسلح وتحت سيطرة جبهة النصرة، وهي منظمة واردة على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية. وفي الإجابة على طلب تقييم أمني وإمكانية الزيارة لخان شيخون، سلطت إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة الضوء على التحديات مثل نيران المدفعية غير المباشرة والغارات الجوية المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، نصحت إدارة الأمن والسلامة أن أي إجراءات دخول ممكنة يتم التفاوض عليها مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على المنطقة لن تمحي أو تزيل كل المخاطر الأمنية ذات الصلة. بالرغم من الفوائد المحتملة لزيارة المواقع، اعتبر فريق القيادة أن الآلية جمعت معلومات كافية تسمح لها بالوصول إلى استنتاج متين في كلتا الحالتين. وقد كان الشهود مصدر معلومات بالغ الأهمية، فبالنسبة لأم حوش تضمنت الشهود التي قابلتهم الآلية ضحايا للهجوم، صحفيين كانوا موجودين بشكل مباشر بعد الهجوم، أطباء عالجوا الضحايا وكذلك قادة من مجموعات المسلحة من غير الدول. وبالنسبة لحادثة خان شيخون، تضمن الشهود سكانا وعاملين في قاعدة شعيرات وكذلك مسؤولين حكوميين، أطباء عالجوا الضحايا وكذلك فرق الإغاثة وقادة من مجموعات مسلحة من غير الدول. حصلت الآلية كذلك على تحليل مستقل من وتقييمات مستقلة من خبراء، وقد انخرطت مع معاهد دفاع متخصصة ومعاهد استدلال جنائي معروفة عالميا وكذلك مختبرات محددة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكي توفر دعما على مستوى الخبراء وعلى مستوى الاستدلال الجنائي التحقيقات. وقد اختيرت هذه الهيئات على أساس استقلاليتها وخبرتها وسجلها في أداء ممتاز، كما أن معاهد الاستدلال الجنائي والمختبرات التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محددة بحسب المعايير الدولية. وقد انخرطت مع الآلية لكي تتأكد من مصداقية الصور والفيديو وتحدد الأماكن والزمن التي التقطت فيه، وكذلك لكي توفر تقييمات مستقلة من الخبراء لجهة ما جمع من مواد وكذا تحليل المواد الكيميائية. تشاورت الآلية كذلك مع خبراء عديدين معترف ب أو مشهود لهم دوليا وهم معروفين في مجال آثار الطبية للحرب الكيميائية. بالنسبة لإم حوش، فقد وفر تحليل الخبراء معلومات متصلة بموقع الارتطام والذخيرة والمسار وطريق الإيصال وكذلك الآثار الطبية على الضحايا. أما بالنسبة لخان شيخون، فقد تم توفير تحليل من قبل الخبراء بشأن طبيعة القروح تسببت بها الانفجارات وآثارها وكذلك طبيعة الحفرة وسبب ذلك، بقايا الذخائر، انتشار السارين، قدر المتفجرات المستخدمة والآثار الطبية. كما استعانت الآلية
بدراسة عميقة يقوم بها مختبر فيما يتصل بالتشكيلة الكيميائية للسارين، وهدف هذه الدراسة كان اختبار ما إذا كان السارين الذي وجد في خان شيخون قد يرتبط أو له روابط بالمواد الكيميائية الموجودة في المخزون الأساسي للجمهورية العربية السورية. وقد أرسلت الآلية عينات جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2014 من مخزون الجمهورية العربية السورية إلى مختبرات حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد أظهرت الدراسة أن العينات من خان شيخون تطابق مادة كيميائية محددة من مخزون الجمهورية العربية السورية هو ضروري لإنتاج السارين، وهذه المادة الكيميائية هي مادة سليفة للسارين وتعرف بدي اف. وكما ذكرت آنفا فإن الآلية تعمل في سياق غير قضائي وليس لها صلاحيات قضائية، ولا يمكن أن تجبر أحد على رفع معلومات أو وثائق لها، ولكن تتكل الآلية على التعاون الطوعي من قبل الشهود وأولئك الحائزين على معلومات ذات صلة. والآلية قاطعت كذلك بيانات الشهود وعملت للحرص على أن المعلومات التي جمعت تتمتع بالمصداقية ويمكن الركون إليها من خلال سبل التحقيق أو التحقق عفوا، هذا إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالتحقق من الجودة. وعند تقييم هذه المعلومات راجعت الآلية مصدر المعلومات وما إذا كان ثمة عوامل من شأنها أن تؤثر على إمكانية ركون لهذه المصادر، أي ما إذا كانت المعلومات قد أتت من تجربة مباشرة في هذه الأحداث أو وردت للسامعين، وما إذا كان ثمة شواغل مرتبطة بسلسلة العهدة. وعند التحقق من المعلومات التي تعتبر مهمة بالنسبة للتحقيقات، أولت الآلية انتباها محوريا لإمكانية التبليغ الدائري، وذلك لتأكد من أن التحقق كان مرتكزا إلى معلومات من مصادر مستقلة. طرحت أسئلة كذلك لجهة الدوافع المحتملة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في كلتا الحادثتين، وقد أشار فريق القيادة أنه من غير المفيد للتحقيق أن تفترض، وعليها بالأحرى أن تركز على المسائل الفنية. السيد الرئيس، أود أن أنتقل الآن إلى ما توصل إليه فريق القيادة في كلتا الحادثتين. في 15 من سبتمبر أيلول 2016 تعرضت امرأتان للخردل الكبريتي في إم حوش، وإن قذيفة هاون تحوي الخردل الكبريتي ضربت منزل إحدى الضحيتين، وهي مع جارتها تعرضت عندما كانت تنظف مادة سوداء من جدار منزلها، وإن قذيفة هاون أخرى تحوي الخردل الكبريتي وجدت على الرصيف أو قرب الرصيف. أما الضرر الذي لحق بمنزل الضحية فقد أثبت أن مسار قذيفة الهاون الذي سبب بهذا الضرر يأتي من الجنوب الشرقي، ومسار قذيفة الهاون الثانية التي وجدت في الرصيف تم تحديده بأنه يأتي من الشرق أو من الجنوب الشرقي لنقطة الارتطام. وقد حددت الآلية أن تنظيم الدولة الإسلامية هو الذي كان يقاتل قوات السورية الديمقراطية من حول منطقة أم حوش في 15 و16 من أيلول سبتمبر 2016، وحددت الآلية كذلك أن داعش كانت متواجدة في مواقع ثلاث في أم حوش ولا سيما في الشرق وفي الجنوب الشرقي للقرية، وحيث يعتقد أن القذيفة قد أطلقت منها. أما بالنسبة وعلى أساس التقييم لجهة الموقع والاستدلالات الجنائية لجهة مصدر هذه القذيفة، فالفريق مقتنع بأن داعش مسؤولة عن استخدام قذائف هاون تحوي خردل كبريتي. السيد الرئيس، بالنسبة لخان شيخون، في صباح 4 أبريل 2017 وقع حادث مرتبط بغاز السارين قتل 100 شخص في خان شيخون وأضر ب200 شخص تعرضوا لهذا الغاز بشكل حاد. وعند القيام بالتحقيقات لتحديد هوية المسؤولين نظرت الآلية بسيناريوهات 8 بما في ذلك أن الحادثة قد حصلت
إلقاء اللائمة على أو المسؤولية على حكومة الجمهورية العربية السورية، وقد حققت الآلية بشكل دقيق المؤشرات المحتملة لكل السيناريوهات، وعندما قامت بذلك جمعت معلومات وراجعتها بشكل دقيق، معلومات متعددة المصادر، ونظر في الحفرة، لم يثبت بأن الحفرة قد تعزى إلى أسباب أخرى غير قذيفة جوية. لم تجد الآلية أي شيء يثبت أن الحادثة قد وقعت على هذه الشاكلة، وعندما أقول لا شيء أعني لا شيء. تكشفت بعض الشوائب وعدم الاتساق عند التحقيق، وهذا ما هو موصوف بالتفصيل في ضميمة التقرير، وقد تم مراجعة هذه، لكنها من باب طبيعتها لم تغير تقييم فريق القيادة. أخذين بالاعتبار الجوانب المعقدة لهذه الحادثة والبيئة السياسية الحساسة المحيطة بها، قامت الآلية بالبحث عن مصادر أدلة حيادية لجهة ما حدث في خان شيخون في 4 من أبريل 2017، وقد تضمنت هذه صور فيديو من مصدرين منفصلين التقطت ذلك الصباح عفوا، وأظهرت انفجارات في خان شيخون تم التحقق من مصداقيتها من قبل معاهد استدلال جنائي، أكدت أنه لم يتم التلاعب بها وأنه تم تصويرها في بين 6:42 و6:52 صباحا صباح 4 من أبريل في خان شيخون. كذلك صور سواتل للحفرة ومحيطها قبل وبعد الحادثة، صور فيديو كذلك، وصور للحفرة قيمها معهد استدلال جنائي، وتعود إلى بين 8:04 إلى 9:17، وكذلك تحليل كيميائي لعينات السارين التي كانت قد جمعتها بعثة تقصي الحقائق طبعا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من حكومة الجمهورية العربية السورية، وكذلك من منظمات غير حكومية. جمعت الآلية أجزاء هذه الصورة المعقدة، وطبعا بعض الأجزاء ما زالت مفقودة منها. على سبيل المثال، لم تتمكن الآلية من أن ترسي بيقين كامل أن الطائرة التي حملت القنبلة الكيميائية انطلقت من قاعدة تشعيرات الجوية أو طبيعة الطائرة المستخدمة، لكن الأجزاء التي تم التحقق منها في هذه الصورة وجمعها هي واضحة لجهة بعض العناصر المحورية. ألقت طائرة ذخائر على خان شيخون بين 6:30 صباحا و7 صباحا، وقد رأى شهود وسمعوا كذلك طائرة في ذلك الوقت، وسجل شاهدان فيديوهات تظهر سلسلة من الانفجارات في خان شيخون في تلك الساعة ذلك الصباح، والاستدلال الجنائي أكد